اليوم قاري لي قواري كثيرة يا أخوه، يا ليت لي حيلة ورد قواري. جارت على قلبي وحاسة مريرة وبدت على وجهي رسوم ومواري، الأولى والثانية والأخيرة كيف أتجاوزها وهي في مساري، والواقعة والفاجعة والخطيرة أخاف تجبرني في لفها إجباري. وجهك مسرع والهقاوي كبيرة، واصدم وأنا مسرع وموت انتحاري. يا الله عونك والعوض والستيرة، هذا هواي ورغبتي واختياري، عسان يدرك ما روى أبو هريرة وما رواه الترمذي والبخاري. والنفس تفتح لي 80 سيرة، يبغى لها واعي وكاتب وقاري، وين الصديق اللزمه واستشيره، عندي يساوي له طبيب استشاري. في داخلي نار وشرار وضخيرة، غير الدواهي والسباع الضواري، أسرار وأفكار وطموح مثيرة تجعلني أسافر وغادر دياري، مدري على وين وعلي الديرة، بس أكيد أني مصدر قراري.